تعال بقى نروح لفريق اليد، فريق يد الأهلي. احنا متابعين طبعا هذه البطولة، وكنا بنلعب على الثالث والرابع، بس فريق يد الأهلي حصد المركز الرابع في بطولة السوبر جلوب، بعد يعني طبعا مشوار كان مشرف للفريق في البطولة. ورابطة أندية أو رابطة جماهير الأهلي بالسعودية تحديدا كرمت المهندس يعني محمد سراج الدين رئيس البعثة هناك لما بذلوا من جهد على مدار أيام البطولة. طبعا كان في تسهيل مهمة جدا أو تسهيلات للجماهير، وكان في توفير لتذاكر المباريات للحضور، ومساندة الفريق كمان الحقيقة ما تأخروش أبدا بصراحة، ده الحق يقال عن فريقهم، وكانوا معاه في كل المباريات. لكن احنا حصدنا المركز الرابع يا كريم. يعني بص، هي طبعا أنا مش هقولك إن أنا مبسوطة، بس البعثة بحضور المهندس سراج الدين يعني كانت بعثة مشرفة. الجانب الحلو في الموضوع زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي، إن أنت بجد جماهير النادي الأهلي ما تأخروش أبدا عن كالعادة. الوجود أو عن الحضور أو عن الدعم، فدي النقطة الحلوة اللي احنا طلعنا بيها. لكن يعني كمركز رابع أكيد احنا نتمنى بعد كده إن احنا ما نحصدش المركز الرابع، على الأقل نلعب على الأول أو التاني يعني. بإذن الله.